أسعد الله أيامكم ومعكم عزوز. نجي طبعا النهارده الخميس, نهارده الخميس, فمن حق ان الواحد في اخر الاسبوع او في نهايه الاسبوع انه يخربها يعمل ايه؟ يعني مثلا يشرب له مشروبات حلوه, مشروبات سخنه, مشروبات بارده, اكلات حلوه, وخاصه في المحل القهوه طبعا. انا راح اوريكم مفاجاه حلوه لا يمكن الواحد يتخيلها, مع الكريم والبسكوت, يعني قول كده كوكتيل. وانا راح اجربه واقول لكم رايي فيه. يعني بصراحه يوم خميس لازم تعيد حياتك, ولازم مع بدايه الاسبوع كله تبقى انت حالتك حاله. فانت في نهايه الاسبوع النهارده الخميس لازم تعيد حياتك, وراح اوريكم حاجه حلوة, مفاجأة حلوة. ومعانا ايس كريم بالبسكوت, يعني كوكتيل فراولة على مانجا على شوكولاتة. يا سلام. طبعا يا حبايب راح اجربه وراح اقول لكم رايي في هذا الايس كريم. ان كان حلو انا راح اكله مره ثانيه. انتظروني في هذا الايس كريم. يا سلام, رهيب. يعني بسكوت ودلع, اخر دلع. يا راجل عيش حياتك, وخربها. طول ما انت جالس في البيت عمال تفكر في هموم الدنيا, اللي مش عارف عمل ايه واللي سوى ايه. عيش حياتك واشرب قهوه. يعني بصراحه الايس كريم حلو وعجبني بصراحه, يعني يا سلام فوق الخيال. واتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو, وشكرا لكم, واتمنى الاشتراك على قناتي على اليوتيوب. زاد اللايكات زاد العقبات, وشكرا لكم. انا نفسيتي اتغيرت لما جربت الايس كريم, مزاجي اتظبط, لان كان اول تجربه ليا. يعني حتى لو تلاحظ فراوله على شوكولاته على, يا سلام, يعني حاجه فوق الجمال والخيال. وشكرا لكم يا حبايب, واسعد الله ايامكم الحلوه.